تم إبلاغي اليوم بخصم أيام عمل على مدة قضيتها أثناء مدة قضيتها عند المخابرات العامة من تاريخ 7/12 لغاية 20/12/2021. خصم أيام عمل، وهذه أول مرة يتم فيها خصم أيام عمل، حيث تم اعتقالي أكثر من مرة عند أجهزة الأمن الفلسطينية ومرتين عند الاحتلال، ولم يتم خصم أي يوم عمل، لكن ادعوا أن هذا قرار جديد، كل من يعتقل عند الأمن الفلسطيني يتم خصم عليه أيام العمل لمدة التي مكث فيها عند الأجهزة الأمنية. أكيد هذا الأمر غير قانوني، بالرغم أن الاعتقال أصلا غير قانوني غير مبرر. طبعا حصلت على براءة من المحكمة على المدة التي قضيتها عند الأمن الفلسطيني. أكيد يعني قرار ظالم ومجحف بحق المعلم الذي يجب أن يتم تكريمه وليس يتم خصم عليه أيام عمل. موقف مستهجن وغريب من وزارة التربية والتعليم، عدم وقوف مع المعلم وليس خصم والتساوق مع الأجهزة الأمن الفلسطينية، بالرغم أن تعرضت إلى اعتقال والابتعاد عن الأهل والمكوث في زنزانة انفرادية مدة 12 يوم. الأصل أن وزارة التربية والتعليم تكون سند للمعلم وليس يتم خصم عليه أثناء فترة الاعتقال. أتمنى أن وزارة التربية والتعليم تكون سند للمعلم وليس تتساوق مع الأمن الفلسطيني، يعني بالرغم أن يعني أنا لم أخذ إجازة أثناء فترة نقاهة أثناء الاعتقال. أنا موضوع وكنت موجود في مكان ضيق، مكان يفتقد إلى الإنسانية. طبعا أنت الأصل وزارة التربية والتعليم أن تكون زي ما حكيت سند للمعلم وتدعم المعلم وتتابع ملف المعلم حتى يتم الإفراج عنه وليس يتم الخصم عليه.